معكم سمية، كان عمري 16 عام، كنت زوينة بزاف، كانوا باغين يتصاحبوا معايا، بالخصوص محسن ولد حومتنا. كان ديما تابعني وانا فخلي راسي بديك الهضره ديال غنمشي لاوروبا ونتزوج بك مع الوقت. حتى انا وليت ثايقه باللي غيمشي لاوروبا ونتزوجو. واحد النهار زغبني الله ووافقت له صاحبنا. صراحه واخا كان فقير كنا مفاهمين بزاف، وليت كنموت عليه، وليت مدمنة عليه. دوزنا 4 سنين وحنا مصاحبين، كنا كنتشوفو يومين وانا كنت مكمله قرايتي. بابا كان ظريف وما مخليني مخصوصة من والو، كان عنده محل ديال التواب، وماما كانت احن ام في الدنيا. المهم واحد النهار في الليل درت نتلاقى مع ديك تسعود، قلت لبابا نمشي نجيب واحد الورق عند صاحبتي ونجي. ومشيت عند محسن، تلاقينا في واحد البلاصه خاويه في الحومه، بقينا مهاودين حتى دخلنا في مرحله الهمسات واللمسات وبعد القبولات. ايوا شويه حتى كيشنق عليا بابا، قال لي هذه هي صاحبتك بنت الحرام. برد لي الدم في عروقي، جمع معايا بواحد الصرفيقه حتى وليت كنشوف منا الجوج. قال لي سيري للدار حتى نجيو نتفاهموا. بقى كيغوت ويضرب في محسن، كملات مني قلت لي ضربني انا وما ضربوش هو. ايوا يا خوتي، قال لي ياك بنت الحرام اتروح لك التواركه. شركتني انا وياه وداني للدار، حيد لي التليفون وخرجني من المدرسه. صراحه جاتني من الجينه والناس، ما كنتش حامله الدراسه، دازت شهر سمح لي وخلاني نخرج شويه. تلاقيته وعنقته حيت صراحه كنت بوحشاه بزاف، ولكن هو بان لي بارد في تعامله وبان لي مبدل بزاف من خلال هضرته. كندوي معاه هو ساهي ما مسوقش. تعصبت، جيت ماشي في حالي تبعني وعنقني. قال لي سمحي لي، سمحت ليه وبديت كنضحكو. قال لي نقول لك شي حاجه ما تقلقيش. قلت له قول. قال لي عمي دفع لي واحد الكونترا وراها خرجت، باقي لي يومين وباي باي المغرب. بقيت مصدومه، بقى كيقول لي غير نريق المسائل ديالي ونتزوجو نديك تما، وانا غير مصدومه. والحاجه الوحيده اللي كنفكر فيها هي كيفاش غنصبر على فراقه. انا شهر واحد ما شفتوش فيه، حسيت بالحياه وقفات. بقيت كنبكي وهو كيصبر فيا وكيعاود ويحلف. دازت ديك اليومين، مشى ديك الليله ما نعسش بالبكا والتفكير، كنت غنحماق. بقينا كنهضروا يومين ابيل بالساعات، شويه بشويه ولفت البعد ديالو، وحتى هو غير من خلال التليفون كان كيحسسني باللي قريب ليا. ولكن هذا الشيء كان غير في ديك الشهرين الاولى. من بعد ولا كيصيفط لي ميساج في شحال، ومنين كنعاتب واللوم كيقول لي وليتي نكاره ومشكاكه. بقينا هكاك في الصداع والمشاكل، حتى لواحد النهار تناقشنا وبلوكاني. تعذبت بزاف، عانيت، وفي ديك الفتره ماتت ماما، وليت كنحس بفراغ كبير في حياتي. وموت ماما زاد ازمني، وليت باغي الناس، ومع انا كانوا دايرين بيا غير صحابه السوء. واحد النهار كنت مع صاحبتي وعطاتني كارو، قالت لي غير باش تنساي، كميت شي 5 المرات وقطعت. وحده اخرى جابت لي قرعه البيره، شربت قرعه وحده وما عجبتنيش، ما وليتش جربت وحده اخرى. جابت لي الشيشه، مهم كل وحده وشنو كتقصار حيليا. والو، ما نسيش لا ماما لا محسن. ورجعت معايا ندام على قرايتي اللي ضاعت. المهم نجمع كل شيء وكنت غنحماق. واحد النهار وانا خارجه وهي تلاقاني واحد صاحبتي قرات معايا، قالت لي شفتي محسن اش لايح في الفيسبوك؟ قلت ليها لا، بلوكاني اشلاح. جبت التليفون وقالت لي هاكي شوفي. شفت صويرته مزوج بقوريه، ضحت وسخفت، عيطوا لبابا داني للدار. قلت له غير طونسيون، وليت كنتصاحب مع كل شيء غير باش ننسى، مول الحانوت البزناز الجزار كل شيء، كاع ولاد الحومه دست عليهم. صاحبت معاهم، مع الوقت لقيت الغريزه ديالي سيطرات عليا، وليت كنعس معاهم من الدبر. ياك اهم حاجه عند العرب هي الشرف، ايوا ها حنا خليناه. وليت كنعس مع كل شيء من الدبر ومن الفم. حتى لواحد النهار جا عندي بابا قال لي جاو فيك الخطاب وراني عطيت الكلمه، واول واحد جا في بالي هو محسن. نط قفزت بالفرحه، قلت ليه بصح شكون؟ قال لي سمير، الدري اللي خدام عندي في المحل. نط كنغوت وكنبكي، قلت ليه اخر يمين تزوج بالخدام ديالك؟ قال لي سمير راجل ونص وما غتلقايش اللي يبغيك بحاله. بقيت مصره على كلمه لا، ما يمكنش الاحلام اللي حلمت مع محسن نعيشهم مع واحد اخر. ولكن بابا من داك النوع الا عطى الكلمه ما يرجعش فيها، وخا تموتي قدامه وافقت. وجا خطبني،
قال لي نديرو العرس، قلت ليه لا انا العرس اللي كنت كنحلم به ما غنقدرش ديرو ليا، اللهم بلاش بلا ما يضحكوا علينا عباد الله. قال لي سميه انا راجل ورجال ما كيتحقروش. ابتسم ابتسامه الشرق، قلت لي راجل تحقر مسكين. مهم قررنا ما نديروش العرس، درنا العقد وهو كرا واحد الدار وليت مرتو. مشيت عنده الليله الاولى اللي خاصها تكون ليله الدخله، بقى كيقرب لي ورفض، قلت لي عيانه. قال لي لا ضروري. قلقت وجا مسكين بس لي راسي وقال لي سمحي لي ما يكون غير خاطرك، وغطاني. الليله الثانيه وافقت. يلا تعرى كنشوف الضرابي في الحمو، بديت كنغوت اويلي ديت شمكار وكنبكي ونعاير ونسبو. هو يقول لي لا خليني غير نشرح لك، ما خليتيهوش يشرح. ونحسنا وليت ديما كنحشي فيه الهضره، بالله هو غير خدام عندنا وشمكار ديما كنطيح به. ونخرج مع البنات الى دوا كنغضب، كتسمعي شاف الجحيم، ولكن هو كان صابر كان كيبغيني، ما كنتش كنطيب له وقليل فين كنسمعه. دازت عامين على زواجنا وانا عايشه كيف بغيت وهو معيشه في العذاب. واحد النهار كنت ماشيه لدارنا في الطريق تلاقيت بمحسين. واو شحال تبدل الطوموبيل واللباس، بحال التواركه ولا بحال دوك الدراري اللي كنت خايلهم في القصص. شفته بقيت مصدومه، جا عندي قال لي سميه لباس، قلت لي الحمد لله طلعتي معايا راجل. قال لي فهماني غلط. طلعت الطوموبيل ونهضروا، قلت لي انا مره مزوجه ام حسين. ابتسم قال لي في راسي غير طلعي. طلبت عليا العاطفه وركبت كسيره وما قال لي والو، بقى ساكت حتى وقف حدا واحد الولد. قال لي نزلي، قلت لي علاش؟ قال لي نزلي وغتعرفي. نزلت قال لي يلا ندخلو، قلت لي لا انا مزوجه. وحتى انت مزوج؟ بقى كيضحك. قال لي شنو قال لك انا مزوج؟ هذيك تزوجنا غير تعلمت اللغه ولقيت خدمه وطلقنا. فرحت، قلت مع راسي صافي حتى انا غنطلق ونتزوج. انا ومحسن بقوه الفرحه دخلت معاه، بدا كيفكرني بديك الشيء اللي دوزنا، حتى لقيت راسي معنقاه حيت كنت محشاه شويه. حتى دخلنا في حاله جامع، داز سوقيته زوينه وغير سالينا. قال لي يلا لابسين نمشيو، قلت ليه ولكن ما دويناش. قال لي فاش؟ قلت ليه على علاقتنا ومستقبلنا. ضحك، قال لي مازال الخير قدام دغيا، يلا لبسي الدراري كيتسناوني. قلت لي ما سخيتش بيك. جرني من يدي وقال لي يلا شحال ثقيله. تما عرفت راسي شحال انا رخيصه وما كنسواش. هبطنا، اعطاني 200 درهم قال لي هاكي فلوس الطاكسي. حسيت باحساس خايب بزاف، قلت لي ما غتوصلنيش؟ قال لي لا مشغول. شديت الطاكسي ومشيت للدار وانا مدمره. غير وصلت ناس جا راجلي قال لي ما كاينش العشاء، قلت لي لا مريضه. قال لي ياك لاباس، قلت لي والو. دار الماكله وبقى معايا حتى كليت وضحكني. قال لي الحمد لله منين ضحكتي، غطاني ونعست. دازت سيمانه صيفط لي محسن ميساج قال لي اجي عندي لديك الدار. ما كتحكمتش فراسي ومشيت وعاملني نفس المعامله ديال المره اللي دازت. واجهته قلت لي الفلوس بدلوك؟ قال لي كنتي باغا اللي يكون معاك، شماته ما كيعجبكش الرجاله الظريفه. قلت لي اش هاد الهضره؟ قال لي كيف سمعتي؟ ديك السيد اللي راه كيضرب الكرفي باش نتي تعيشي بكرامتك اشنو ذنبو؟ قلت لي على من داوي؟ قال لي على ديك الراجل اللي مزوج بيك ودايره دمدومه في الدار. قال لي هو باغيك تكوني لاله العيالات، ولكن اللي رخيص رخيص. دمرني وحطمني بهدرته، مشى وخلاني. شديت الطاكسي ومشيت للدار، لقيت سمير في الدار. سيت فوجهو في براءته، قال لي سميه خصنا نمشيو نديرو التحاليل، علاش مازال ما ولدناش؟ قلت لي ان شاء الله. درنا التحاليل وداز السيمانه. سمير مشى جاب التحاليل وقال لي سميه انا اللي ما كنولدش، والا بغيتي تطلقي من حقك. ونيت حتى انا ما كنتش كنبغي. قلت لي طلقني. هزيت حوايجي ومشيت عند با، عاودت ليه قلت ليه ما نقدرش نعيش بلا ولاد، عيا معايا بابا وانا والو مصر على الطلاق. جا سمير وقال لينا انا غنطلقك، والدموع في عينيه. قلت لي قال لي راك مطلقه في الاسلام وفي القانون، غنديروا الاجراءات. فرحت، طلقنا خو الوندينا. بقيت انا عايشه مع بابا بخير، عرفت باللي محسن تزوج بوحده من الرباط. حاولت ننساه ونسيته وعشت عادي. دازت 5 سنين، واحد النهار هبطت للمحل لبابا ولقيت سمير تما، ولا زمين كيحمق ومهلي فراسو بزاف وحسن من محسن كاع. شافني قال لي سميه لاباس؟ قلت لي الحمد لله. قلت لي تبدلتي؟ قال لي ايه وصاها الله وليت استاذ. صدمت، قلت له كيف درتي لها؟ قال لي انا فاش كنت صغير ماما ماتت وبابا تزوج، ومرتو كانت كتعذبني وتحرقني. قال لي انا ماشي شمكر اسميه، هذوك لي طراس ديال الحراقي اللي كانت كتحرقني. وهربت ليها ومشيت للخيريه، قريت. وفاش وصلت للسيل القانوني خرجت وجيت خدمت عند باباك باش نلقى مصاريف الدراسه. ومنين شفتك عجبتيني قررت نتزوج بك ونوقف من الدراسه باش نوفر لك كل شيء.
وفاش طلقنا مشيت للقنيطرة وكملت قرايتي وتخرجت أستاذ. قلت لي علاش ما قلتيش لي هاد الشي منين كنا مزوجين؟ ابتسم قال لي علاش انتي كتعطيني فرصة نهضر ونعاود؟ شدتني الدوخة والدنيا دارت بيا. قال لي معليش مكتاب وصافي، انا تزوجت الله يسهل عليك حتى انتي. قلت لي تزوجتي؟ قال لي اه وعندي ولد سميتو عمران. قلت له ولكن انت ما كتولدش؟ قال لي لا انتي اللي ما كتولديش. سولت الطبيب علاش ما تقدريش تولدي؟ قال لي باللي في التحاليل عندك مشكل سببه الممارسه من الدبر. صدمت قلت ليه كنتي عارف؟ قال لي اه كنت عارفك وكنتي كتمارسي من الدبر قبل ما تزوجو، ولكن درت بحال ما كاين والو، غمضت عيني وقلت لك انا ما نقدرش نولد حيت خفت عليك من نظره المجتمع للمراه العاقره. قال لي معليش داكشي مكتب الله، والله يسمح لك ويهنيك في حياتك. مشى وخلاني بحال مصطية. وصلت للمرحلة وليت كنتبع عند طبيب نفساني. دابا الحمد لله وليت بخير، توبت وكنطلب الله يسمح لي. وليت كندير النقاب وخدمت مع بابا في المحل وكبرناه الحمد لله. سمية ماشي اي بنت، سمية هي انتي وانا وبزافة البنات اللي ما كان صبروش وما كان بغيوش الحلال، والواحد اللي بغينا ويكون معنا راجل. احنا الشيطان زينينا الحرام وخلانا نعشقوه ونموتو في اللي ما كيبغيناش. احنا في زمان الحب ما كيبان والو قدام الفلوس للاسف، هذه هي الحقيقه المره. العبره من هاد القصه الرجوله افعال ماشي اقوال، والحب ما كيتقدر بثمن، والحاجه الغاليه اللي كتكون في يدك وتضيعها كيجي وقت وتندم عليه حياتك كامله. النهايه ديال هاد القصه، كنتمنى تعجبكم وما تنساوش ابوني وتفعيل الجرس باش يوصلكم اي جديد.